السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ساعات تيجي تشوف الشكل بتاعك في 3D فتلاقي الظلال شكلها سيء جدا. طب نحل الموضوع ده ازاي؟ تمام، الظلال تقدر تفتح تقفل، فبتلاقي الظلال حجمها ضخم جدا وسودة. فبتيجي هنا تقول له جرافيك ديسبلاي اوبشنز، تيجي هنا على الشادو وممكن تشيل العلامتين دول وتقول له ابلاي، فتلاقي الشكل بتاعك اختلف. او اجي هنا من لايتنج اقول له الشادو بتاعي خففه، فتلاقيه بقى بالشكل دوت اللي فيه شوية شادو كده اهوت، فتلاقيه كده شكله ألطف شوية.